السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم اسماء عطية، مدرس تمريض العناية الحرجة والطوارئ. ان شاء الله النهاردة هناخد محاضرة عن الكاردو بالمونري ريسيتيشن او السي بي ار. طبعا احنا معرضين ان احنا نقابل حلقة الريسيس سواء ان ذا هوسبيتال اور اوت اوف ذا هوسبيتال. هنعرف الديفينيشن، هنعرف الايم، هنعرف الكومبوننت بتاعت السي بي ار. والكومبوننت انا عندي بيزك لايف سبورت، وعندي ادفانسد كارديك لايف سبورت، وعندي البرولونجد. احنا يعني في جزء كبير من المحاضرة او كل المحاضرة هتكمل على البيزك كارديك لايف سبورت. هنعرف ايه هي ريكومنديشن اختلفت من 2015، ايه هي التوصيات اللي عندنا والجايد لاين الجديدة بتركز على ايه عشان احسن الاوت كم من الكارديك لايف سبورت او السي بي ار. طيب في عندنا حاجة مهمة تاني هنعرفها، ايه هي الاليمنتس بتاعت البيزك كارديك لايف سبورت او البيزك سي بي ار. هنعرف ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل، ايه البركوشن اللي انا باخدها ببالي، امتى اوقف سي بي ار، هفضل شغال سي بي ار على طول ولا في نقطة هقف عندها. الباور هنا او الفيديو ده هنشرح فيه الجزء النظري، وهيبقى فيه ملحق تاني فيديو عن الابليكيشن للسي بي ار. تمام. طيب نبدا اول حاجه الديفينيشن بتاع الكاردو بالمونري ريسيتيشن او السي بي ار. ده بيزك ايمرجنسي بروسيجر، يعني حاجه بيزك كلنا في التمريض او خارج التمريض لازم نبقى عارفين ازاي نعمل سي بي ار، لان ده الجول بتاعي ان انا لايف سبورت، ان انا انقذ حياه واحد بيموت. تمام. فده بيزك وايمرجنسي، يعني طوارئ، ما فيش حاجه ان انا اجلها. تمام. بيتكون من ايه؟ حاجتين مهمين جدا جدا جدا، ان انا بعمل مانوال كارديك مساج او مانوال كارديك او شيست كومبريشن، ان انا بعمل شيست كومبريشن عشان اضغط الهارت ما بين الريبس في الانتيرو شيست والبوستيرو شيست، فاعمل له ستيميوليشن ان هو يعمل بامبنج وارتفيشال ريسبيريشن. طالما الهارت قدر حصل له ستيميوليشن وبدا يطلع بلاد، لازم البلاد ده يخش له شويه اكسجين عشان يبقى اكسجينيتد بلاد ويروح يغذي لي الاورجنز بتاعتي. طيب ايه الايم بتاعي من السي بي ار؟ ليه بنعمل سي بي ار؟ ايه الفايده من السي بي ار؟ قالك اول حاجه بفكر فيها ان انا تو بروفايد اوكسجين تو ذا فايتال اورجن، عشان ادي اوكسجين. لو احنا فعلا انا عملت شيست كومبريشن والهارت بدا يعمل له بامبنج زي المسايدين، طلعوا شويه بلاد، البلاد دول لازم عشان يوصل الجسم البلاد ده وينفعه والميتابوليزم يقوم صح، لازم يبقى اكسجينيتد بلاد، فادي له شويه اكسجين عشان يروحوا. فاشمعنى اخترنا التلاتة اورجن؟ اشمعنى اخترنا الهارت والبرين واللنج؟ ناخد مثال منهم واحد زي البرين. البرين ده بيتغذى على حاجتين اساسيين، بيتغذى على الاكسجين والجلوكوز. لو انا حرمته من الاكسجين لمده دقايق، في بعض الريفرنس بتقول من 5 لـ6 دقايق، الشخص بيخش برين ستيم ستيل ديث، يعني يموت لخلايا جذع المخ. فعشان كده مهم جدا جدا ان انا بدي بعمل شيست كومبريشن وادي ايه ارتفيشال بريزنج. تنشيه البريزنج لسه قايلينها، انا الشخص ده مش قادر ياخد نفس، فانا اللي باخد النفس واديله انا شويه الاكسجين عشان يخلوني الفانكشن تشتغل عندي الفايتال اورجز. تو مينتين بروبر السيركوليشن، ودي برضو لسه قايلينها، ان انا بضغط الهارت ما بين مين؟ ما بين الريبس الحاجتين الناشفين، فبيعمل بامبنج، يعمل له ستيميشن ان هو يعمل بامبنج. طيب ايه هي الكومبوننت بتاعت السي بي ار؟ ثلاثه كومبوننت مهمين جدا، البيزك كارديك لايف سبورت، وبعد كده البيزك كاردك لايف سبورت ان انا ما بستخدمش اي حاجه غير ايديا، وفي جهاز تاني كده بعد شويه هنقوله اسمه ايه دي بنستخدمه. فالبيزك لايف سبورت ان انا بستخدم امكانيات محدوده جدا، بتعتمد في الاساس ان انا بعمل الشيست كومبريشن والبريزنج، ولو متوفر معايا الاي اي دي هيبقى تمام. طيب لكن الادفانسد ان انا هبدا ادخل بميديكيشن تانية. الميديكيشن دي زي ايه؟ زي ان انا هدي ادرينالين اتروبين، فده في الغالب ما بيبقاش في الاوت هوسبيتال، ده بيبقى في المستشفى اللي احنا بنستخدمه. وببدا ادخل كمان ممكن ادي البيشنت شوك بالدي سي. البرولونجد لا تطول معايا، فبيحتاج مني مور ايه مور اكيوبمنت ومور تولز اكتر عشان البيشنت ده طول، هحتاج انبه هنفخ له وقت طويل، طب لا هفضل انفخ له، طب نحطه على ميكانيكال فنتليتد، فهكذا. ده البرولونجد. طيب ايه الكومن كوزز اوف كارديك ارست؟ هي احنا قلنا من شويه في وانا بقدم في الاول، قلت ان انا مش هقدر احصر كل الكوزز، لكن احنا لو حبينا نحصرها او حبينا نجمع، فقال لك عشان انت تفتكر وما تنساش هنضم لك كام حاجه بتبدا بحرف الاتش وكام حاجه بتبدا بحرف التي. ايه الحاجات اللي تبدا بحرف الاتش؟ الهايبوفوليميا، السيفير هايبوفوليميا بتدخلي البيشنت ارستد مني، اللي هي الشوك،
سواء الشوك دي كان سببها سيفير بالهايبوفوليميا، ان انا فقدت كميه سوائل من جسم كتيره، سواء كان بالبليدنج سواء كان بسيفير فوميتنج وسيفير سيفير دايريا، ودي هتلاقوها جدا كتير جدا في الاطفال، ان هو يقولك سيفير ديهايدريشن هايبوفوليميك راح ارستد مني. الهايبوكسيا طبعا ده كوزس كبير جدا. الهايبر والهايبوكاليميا ليه؟ طب اشمعنى الهايبو وهايبر كاليميا؟ يعني كاليميا يعني بوتاسيوم في جسمي لا اما زاد قوي لا اما قل قوي، لان بيعمل اللايف ثريتنج اريزميا، بيدخل المريض في فنتريكولار تاكي كارديا وفنتريكولار فايبريليشن ويرستد مني. الهايبوثيرميا، الهايبر والهايبوجلايسيميا برضه سواء السكر زاد قوي او قل قوي لو انا ما لحقتش المريض بيارستد مني. قلنا ليه من شويه فاكرين؟ قلنا البرين ده بيتغذى على الجليكوز. طيب التي التوكسين والتابلت، طبعا البويزنج اكيد في المستشفى ممكن تكون قابلت حد فيكو حالات بويزنج، لو احنا ما لحقناهاش بيارستد مني. طبعا اللي هو حبات السوس وحبات اللي هي الناس اللي بتاخد بتحب تنتحر يعني، بياخدوا اللي هي الحبايه بتاعه الصراصير والحاجات دي بيارستد. تمام. الكارديك تامبونات وتعرضنا لها قبل كده في محاضره السي في بي ككومبليكيشن، ان حصل اكيوميليشن للفلويد في البريك كارديوم، الغشاء اللي حوالين القلب اتجمعت فيه الفلويد، دي امرجنسي لو انا ما لحقتش البيشنت واسعفته بيارست مني. التنشن نيموثوراكس برضو تعرضنا لها قبل كده، قلنا احنا كلمه نيموثوراكس يعني اكيوميليشن للاير في البلوره الكافيتي، الاير اتجمع مني في البلوره الكافيتي. تمام. كلمه تنشن نيموثوراكس يعني الاير اتجمع ونو واي تو سكيب، يعني مش لاقي طريق يهرب منه. وفاكرين قلنا دي اكتر حاجه بتحصل في مين؟ في حالات الموصله على ميكانيكال فنتليتور، ان الاير طلع حصل ربشه الفولاي، الاير طلع راح اتجمع في مين؟ في البلوره الكافيت، جه يطلع من فوق لقي في ايه؟ في اندوتراكيال تيوب ميكانيكال فنتليتور قافله الدنيا، جه يطلع من الربس من على جنب راح لقي ايه؟ راح لقي الربس مقفوله. فده البيشنت ده لو ما دخلناش سرنج على طول وسحبنا الاير اللي في البلوره الكافيتي هيعمل لي ايه؟ هيارست مني. الثرومبس زي الميوكاردير انفاركشن، يعني ايه ميوكاردير انفاركشن؟ ان في بلات كلوت او في ثرومبس في الكورونارت، يعني في جلطه في الشرايين التاجيه، لو انا ما سحبتش الجلطه دي بسرعه وعطيت المريض ده ثرومبولاتيك ثيرابي عشان يعني حاجه تدوب لي الجلطه دي، او دخلته على طول الكارديك كاس اللي قسطرت القلب وعملت له حاجه اسمها بي سي اي، ان انا حقنت له ضاي عشان تدوب الجلطه وبعدين حطيت له ستند حطيت له دعامه عشان احافظ على الكوروناري ارتر بيارست مني. والتروما طبعا التروما وارد كتير جدا، حالات بيحصل له حادثه وبيموت في نفس الحال حتى مش بنلحق نعمل سي بي ار. طيب في ريكومنديشن او كي تشينجز في الميجر تشينجز في 2015، الجايد لاين من 2015 والريكومنديشن اتغيرت بتاعه الامريكان اسوشيشن. تمام. طيب غيرت ايه؟ اول حاجه قالت لك احنا كنا دايما نختلف هل اعمل تشيك للبريزنج الاول ولا اعمل تشيك للبلس الاول، اقيم الريسبيريشن الاول شوف المريض بيتنفس الاول ولا البلس الاول. قالك طب ما تعمل حاجه، ما تقيم الاثنين في نفس الوقت، يعني حس البلس وانت بتحس البلس برضه في نفس الوقت، حس شوف البيشنت ده بياخد نفس ولا، لان ده بيأثر الوقت عندك انك تبدا شست كومبريشن، انت كونفيرم ان البيشنت ده ارست خلاص هتبدا شست كومبريشن على طول. تاني حاجه بيقول لك انتجريتد تيم، انتجريتد تيم ويبقى هاي تريند، يعني انا افضل لي ان احنا نشتغل كتيم، انا كاسماء ما اشتغلش لوحدي في السي بي ار مش هبقى افكتيف، فهشتغل اسماء وشيماء ومحمد واحمد. طب احنا اربعه هنعمل ايه؟ واحد هيتصل، واحد هيعمل اسيسمنت وكونفيرم بيشنت ارست، يبقى الثاني هيروح ايه؟ هيتصل بالاسعاف، الثالث ده هيجيب جهاز الاي دي، الرابع هيشتغل شيست كومبريشن، واللي اتصل بالاسعاف ده هيبدا يجي من معاه البريزنج. فانا كده استثمرت وقت بدل ما بعمل الخطوات ورا بعض، لا انا بقيت بعملها في نفس الوقت فوفرت لي وقت. بعد كده قال لك الانفيز كل تركيزي دلوقتي رايح لايه؟ رايح ان انا عايز اعمل هاي كواليتي سي بي ار عشان احسن الاوت كام بتاعي. طب ايه اللي يقول لي ان انا عملت سي بي ار صح؟ ما تلاقي واحد عمال يعمل سي بي ار وواحد تاني واقف جنبه، واحد صح وواحد غلط، ايه الفرق؟ قال لك المفروض السي بي ار الصح ان انا الشيست كومبريشن بتاعي بيبقى الديب بتاعه من 5 لسنت 5 ل 6 سنتي، يعني تقريبا من 2 ل 2.4 انش. تمام. يعني ابقى مور ولا مور ديب جدا ولا سوبرفيشال قوي، لا انا من 5 ل 6 سنتي الكومبريشن لما بيبقى بالديب ده بيقدر يبقى مور افكتيف. طب اعمل كام كومبريشن في الدقيقه؟ انا المفروض السايكل الواحده بدي 30 كومبريشن وادي 2 بريزنج. تمام. لو احنا حسبناها يبقى في الدقيقه الواحده بدي من 100 ل 120 ايه؟ بدي من 100 ل 120 شيست كومبريشن. طب ادي كام بريزنج؟ المفروض ادي كل، قلنا كل 30 كومبريشن بدي نفسين، يعني المفروض بمعدل 10 بريزنج بيرمنت.
يعني واحدة كل 6 ثواني. تمام. في حاجة مهمة جدا ان بيقول لك حافظ انك انت تدي فرصة للشيست تو فيل شيست ايه والريكول، يعني ما تعمل شيست كومبريشن ما تعملش بسرعة ورا بعضه فالشيست ما يلحقش يرفع تاني. طب تقول لي طب دي احافظ عليها ازاي؟ في ناس يقول لك لما تعد 1101 1102 1101 دي هتديك وقت انك تعمل الشيست كومبريشن ديب، وهتديك وقت ان الشيست يعمل له ريكول. تمام. مينيمايزنج الانتربشن، يعني الحاجات دي لما بحافظ عليها بتقلل الانتربشن فبتحسن لي الاوت كام. طيب البيزك لايف سبورت، البيزك كارديك لايف سبورت ده الاساس عندي، ده الفاونديشن فور سيفنج لايف. يعني انا ما اقدرش ابدا ما اقدرش ادخل في الادفانسد غير ما اخش بالبيزك. انت في المستشفى لو حاله ارستد عطت لك اسيستول على الكارديك مونيتور، حسيت البلس مفيش بلس على المريض ده على ماشين، مفيش بريزنج، الماشين المريض مش واخد عليها نفس وخلاص ارستد معايا. تمام. هعمل ايه اول حاجه هفكر فيها ان انا هعمل شيست كومبريشن. تمام. لحد ما بقى زميلتي دي بتنادي الدكتور ونسحب جهاز الامرجنسي كار ونبدا نشتغل. طيب فايه الفاندامنتال اسبكتس بتاعتي؟ اول حاجه قال لك ان انا يعني ايه الفاندامنتال اسبكتس، يعني المجالات الاساسيه او الحاجات الاساسيه اللي انا بحطها في دماغي. اول حاجه ايميديت ريكوجنيشن اوف سادن كارديك ارست، يعني اول حاجه هتفكر فيها انك تدرك ان البيشنت ده ارستد اور نوت. طب هتدركها ازاي؟ ان انا اعمل له اسسمنت، هعمل اساس للبلس والبريزنج. لو مفيش بلس مفيش بريزنج يبقى الشخص ده ارستد، يبقى هشتغل عليه سي بي ار على طول. اكتيفيشن اوف ايمرجنسي ريسبونس سيستم، يعني لازم انادي حد الامرجنسي سيستم، اللي هو لو انا في المستشفى انادي الدكتور، لو انا بره المستشفى بتصل بالاسعاف. تمام. ايرلي كاردو بالمونر ريسسيتيشن، ان انا هبدا السي بي ار بسرعه. طب ايه السي بي ار اللي انا هبدا بسرعه؟ ان انا هبدا شيست كومبريشن وبريزنج. طيب رابيد ديفايبريليشن ويز الاوتوميتد اكسترنال ديفايبريتور، ده جهاز الاي دي اللي قلت لكم عليه من شويه. جهاز الاي دي ده اوتوميتد اكسترنال ديفايبريتور، ده جهاز زي جهاز الديسيل في المستشفى. يعني بيديني جهاز الديسيل في المستشفى بيديني ايه؟ احنا دايما عليه بنقول كده عليه بالعربي او بالعاميه بيقول لك جهاز الصدمات الكهربائيه، يعني بيديني جرعات كهربائيه عشان يعمل استيميليشن للهارت انه يشتغل. الجهاز الاي دي ده قال لك طب انا مش ما عنديش الجهاز اللي في المستشفى ده، انا اقوله ده عايز حد يبقى اكسبيرينس ويعرف يشغله ويظبط الجولز، وده في جزئين بتاع المستشفى، في دي الناس بتاع الكارديو هيبقى فاهميني اكتر، هيبقى في ديفيبريتور وفي كاردو فيرجن، يعني بيدي جولز عاليه في الديفيبريتور وفي الكاردو فيرجن يدي جولز قليله، وفي الكاردو فيرجن لازم ادوس سيركونايزد، وفي حاجات تانية كتير جدا بركوشن وانا بشتغلها معاه لازم انا ابقى شخص تريند واعرف اتعامل معاه. هينفع نقوله في كل مستشفى؟ طب ما في حالات ما بينفعش معاها بس الشيست كومبريشن ومحتاجه اي اي دي، او سوري محتاجه الكتريكال شوك، فبداوا يصنعوا جهاز الاي اي دي ده وبي افيلبل في كل الاسعاف دلوقتي، اي اسعاف طاير موجود بيبقى فيه جهاز الاي اي دي، وفي البلاد بره جهاز الاي دي في اي شركات دلوقتي بيبقى موجود، والناس هو مش محتاج تريننج حالا نقوله، مش محتاج تريننج على استخدامه، وثلاث اربع خطوات سهلين جدا، والجهاز بيقوم بكل حاجه، انت مجرد انك انت بتوصله وهو بيقول لك الانستراكشن اعمل واحد كذا اعمل اتنين كذا اعمل ثلاثة كذا. طيب ادي جهاز الاي دي ده ديفايس اهو بيقول لك ان هو دليفر الالكتريكال شوك، زي ما انتم شايفين هو الجهاز اللي لونه احمر ده وفي سلك كده وفي اتنين باتس، يعني باتش او باتز يعني حاجتين كده بلزقهم على صدر المريض، هما اتنين انت حتى مش محتاج تحفظ مكانهم فين، هو مرسوم عليهم بيقول لك حط واحده اندر كلافيك على الناحيه الرايت واحده عند ايه عند الابيكس على الناحيه الليفت، بيبقى مرسوم عليهم كل واحده هتحطها فين، والجهاز ده بيبقى عليه مرسوم عليه الخطوات، انت مجرد بعد ما توصله بتدوس اون بيشتغل ايه بيشتغل بالبطاريه، بتدوس اون عليه، بعد ما تدوس اون هو بيبدا يقول لك انك اول حاجه كونكت الباتس وصل الباتس، بعد كده بيقول لك كلير البيشنت يعني ابعد، عشان هو هيعمل بعد كده الخطوه اللي بعديها يعمل شكل البيشنت، هو بيعمل شكل الريزم هل في ريزم والهارت شغال ولا لا. تمام. بعد ما يعمل شكل بيشنت يقرر هل في اريزميا ونوع الاريزميا ايه، وعلى اساسها بيقول لك ديليفر ايه، هبدا ان انا هيدي الشوك هيعمل شوك. طيب هيعمل الشوك دي هيقول لك كلير يعني كله يبعد ويدي الشوك، بعد ما يدي الشوك يقول لك انك ايه رسيوم يعني ارجع اعمل سي بي ار تاني اعمل سايكل تاني، وبعد ما تعمل سايكل هو نفسه بيعد وقت السايكل وبعد كده بيوقف يقول لك ستوب وهو هيكمل. فهو جهاز سهل جدا وما فيهوش اي مشكله، ووسط البروسيجر بعده لو احنا بنعمل ابلكيشن هنقوله تاني خلاص.
طيب بس هو الجهاز بيديني الكتريكال شوك، بيديني كهرباء، ففي بعض البركوشن او بعض الحاجات اللي لازم تحطها في دماغك كويس جدا وانت بتتعامل معاه. اول حاجه ويتشست، يعني نفس الحاجات دي الناس اللي فيكوا في الاي سي يو، وجهاز الدي سي تقريبا برضو بدا يتوفر بره الاي سي يو، يعني في العنايات المتوسطه برضو موجود. فهتلاقي انك انت في حاجات بتعملها ينفع تحطه المريض ويت شست، يعني الشست بتاعه صدره مبلول، لا لازم الشست سكن بتاع الشست يبقى كلين ويبقى دراي، ما يبقاش فيه سويتنج، ما يبقاش فيه عرق، ما يبقاش فيه ميه، بعمل له كلين كويس جدا واعمل له دراي. البيشنت ده لو في ميلو لابس اي ذهب، او نومين ولابس ساعه، لابس خاتم، لابس لابسه في ميلو ولابسه براسوري، وفي اي حاجه ميتال، اي حاجه ميتال بشيلها من المريض عشان ده الكتريكال شوك. تمام. لو هير شيست، لو الشخص ده فيه هير كتير جدا في الشيست وعائق ان البادز تلزق، الباتش دي اللي هي اللزقه اللي احنا شفناها قبل كده اللي هي البيضه دي ان هي تلزق على الشيست، لازم هشيل الايه الهير ده على الاقل ان انا لو هعمل كاتنج او لو متاح هعمل شفا. طيب البلاسترز، لو في اي بلاستر على جسم المريض بشيله. طيب هتقولي لي في برضه بانه بقى احنا حاطين لهم باتش كعلاج كانالجيزك، يعني في بتوع كارديو او حاليا في بتوع برضه بتوع عنايه عامه وبتوع عنايه تخدير بنحط باتشز كده كانالجيزك للمريض. الباتشز دي لازم تشيلها، لان وانا والشوك الاي دي وهو بيدي الشوك بيعمل لها بيرن، فانت كده بتضر المريض مش بتفيد. طب في اختلاف بقى لو المريض ده مركب بيس ميكر، يعني بيس ميكر اللي هو الجهاز منظم ضربات القلب، الجهاز ده اساسا بيبقى محطوط في بوكلت سابكوتينوس، يعني محطوط في السابكوتينوس، فالجهاز ده انا ببقى شايفه وببقى عارف ان المريض ده مركب، يعني انا مجرد لما عريت صدر المريض ولقيت حاجه باينه كده جهاز صغير ده جهاز البيس ميكر. طب نحط البادز ولا ما نحطهاش؟ لا هنحطها، بس بيقول لك حطها اسايد يعني جنبها او بلو او تحتها عشان ما تاثرش على البيس ميكر. تمام. طيب ايه هي البيزك كونسيستد او الاليمنتس بتاعه البيزك لايف سبورت؟ اول حاجه السيفتي، اول حاجه تفكر فيها السيفتي، وبعد هنقولهم ورا بعض وبعد كده هنفصل. اول حاجه السيفتي، وبعدين ريسبونس، وبعدين يل فور هيلب، يعني نادي على حد يساعدك، ما ينفعش اقول احنا لازم نشتغل تيم، ما فيش حاجه اسمها لوحدي طالما افيلابل ان حد قصادي. السيركوليشن، البريزنج، الاير واي مانجمنت، وهنختم اخر حاجه بالديفايبريتور اللي هو جهاز الاي اي دي. طيب السيفتي بيقول لك لازم تحط البيشنت في مكان سيف، سيف ليك وللبيشنت والاذر اي حد هيشتغل معاك، يعني ما ينفعش حريقه واقول لا انا هشتغل سي بي ار عشان الحق المريض، لا ما ينفعش يبقى في مثلا حادثه على الطريق ونقول هنعمل سي بي ار هنا، لا يبقى لازم احافظ اول حاجه على السيفتي بتاعتي وبتاعت البيشنت. تاني حاجه ريسبونسيفنس، لازم اقول للبيشنت ار يو اوكي، ار يو رايت، انت صاحي يا عم احمد، انت سامعني، لو رد عليك يبقى صحي وفايق مفيش مشكله عندي، ده شخص حصل له اغماء ففجاه كده وخلاص هيقوم معاه، لكن ما ردش عليا هبدا ان انا ايه، هبدا ان انا اول حاجه هفكر فيها الهلب، ان انا هطلب الاسعاف، هقول لحد ينادي الدكتور، المهم ان انا ابدا ايه ادور على الهلب، ولو متاح جهاز الاي اي دي في المكان اللي انا فيه بسحبه على طول. السيركوليشن بعد كده ببدا اقيم السيركوليشن، هل السيركوليشن شغاله ولا لا، يعني فيها الهارت ده شغال وبيعمل بامبنج بيطلع لي بلاد ولا لا. طب هعمل شكل السيركوليشن، ايه اللي يقول ان في سيركوليشن ولا لا؟ البلس. طب البلس اقيم انهي بلس، الريديال ولا البريكيال ولا ايه؟ قال لك لا انت لازم تقيم سنترال بلس، فتحط ايدك وتقيم الكارودد بلس زي الصوره اللي عندنا دي، هو ده مكان الكارودد بلس، حط ايديا بالتو فينجر الثامب والاندكس واحس هل في بلس ولا لا. قال لك طيب لو انتوا فاكرين كنا دايما نقول نقيم البلس الاول ولا البريزنج الاول، قال لك طب ما تستثمر وقت قيم البلس والبريزنج، يعني وانت حاطط الكارودت صباعينك دول على الكارودت اعمل زي الصوره اللي بعدها، حط ايدك وحط ايه، حط راسك على خد المريض وعينك على الشيست بتاعه، وانت حاطط صباعينك بتحس البلس، شوف الشيست بيرفع ولا لا، وانت وانت حاطط خدك كده هل سامع صوت الهواء وحاسه اللي هي لوك وفل وليسن؟ طب هتقولي لا صعبه ما بنعرفش نعملها، خلاص هنعمل الاثنين ورا بعض، ان انا احس البلس الاول ليه ايه، وبعد ما احس البلس ايه هقيم البريزنج بتاعه المريض. طيب انا ما لقيتش بلس وما لقيتش بريزنج، او لقيتهم اول حاجه هفكر فيها ان انا احط البيشنت احافظ على الاير واي مانجمنت، لان انا لو لقيت بلس بس الشخص ده مغمى عليه، او ما لقيتش بلس والشخص ده ارستد، يبقى
اهم حاجه ان انا احافظ له على بيتنت اير واي، عشان حتى لما اديله بعد كده بريزنج الاكسجين اللي انا هديه له او النفس اللي انا هديه له هيعدي عندي. طيب الاير واي مانجمنت هحافظ عليه ازاي؟ قال لك ان انا هحط البيشنت في بوزيشن، احنا بنقول احنا بنتكلم في البيزك يعني مش هستخدم اي حاجات ولا ادوات، انا هستخدم ايديا بس. طيب عندي اتنين بوزيشن، لا اما زي الصوره الاولانيه اسمه هيد تلت تشين ليفت، ان انا بحط ايدي يا جماعه بالهدوء كده، بحط ايدي على الفور هيد عشان اعمل سبورت الفور هيد، وايديا صباعيني بحطهم على الشن، اسمه هيد تلت، يبقى ايدي اهي حطت على الهيد والتانيه على الشن، وارجع راس المريض اعمل لها هايبر اكستنشن لورا. طب ايه فايدته ده؟ قال لك الهايبر اكستنشن ده بيسحب لي الطنج وبيقفل على الاسوفجس، فانا كده فتحت الايروي. تمام. طيب لا ده انا شاك ان البيشنت ده عنده سيرفايكال انجري، اعمل ايه؟ افكر في ايه؟ ما انا كده لو حركت الهيد بالطريقه الاولانيه دي، انا شديت الهيد خالص، وان ايه عشان افتح ايه؟ افتح مجرى الهواء بتاعي، فالبيشنت ممكن تزيد لو في سيرفايكال انجري اللي هي كسر في الفقرات العنقيه، فهعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها جو ثراست، جو اللي هو الفك، بحط اربع صوابع شايفين ايدي، لازم اقف ورا المريض، بحط الفور فينجر تمام اربع صوابع تحت الجو تحت الفك، وبحط الصمب على الابهام بتاعي من فوق، وبرجع بس الجو، ما بحركش النك خالص، مش بحرك رقبته خالص، بحرك الجو وارجعه لورا بحيث ان انا افتح الايروي. خلاص يبقى انا اول حاجه فكرت فيها ايه؟ السيفتي، وبعدين الريسبونس، المريض صاحي ولا لا؟ صاحي وفايق ورد عليا بقى تمام. طيب لا مش فايق، اول حاجه افكر فيها يا جماعه في حد فقد الوعي، لا ده حد بيموت، حد ميت، حد تعالوا الحقوني، هاتوا جهاز الاي دي، حد يتصل بالاسعاف، يبقى انا طلبت المساعده. بعد كده قيمت حاجتين مهمين جدا، السيركوليشن والبريزنج، وبعد كده عملت اير واي مانجمنت بتو مانوفر، لا اما الهيد تلت تشين ليفت او الجوس راست. قلنا الجوس راست انا بستخدمه لو انا شاك البيشنت ده عنده سيرفايكال انجري او ان انا شور تمام. وقلنا في حاجه مهمه جدا، قلنا لما اقيم البلس اقيمه ايه؟ سنترال ولا بريفيال؟ لا اقيمه سنترال من الكارودد بلس تمام. وقلنا البريزنج ان انا بحط خدي على راس المريض، ولوك ان انا ابص على الشيست بيرفع ولا لا، زي الصوره دي اهي بتبص على الشيست، هي حاطه ايدها كمان، ببص على الشيست بيرفع ولا لا، وراسي اللي انا حطاها دي على خد المريض هتحس صوت الهواء وتسمعه ولا لا تمام. وبعد كده عملنا ايه؟ لو انا المريض ده حسيت فيه بلس، يعني انا من الاول حسيت بلس، هعمل ايه؟ هحطه في الريكفري بوزيشن. ايه هو الريكفري بوزيشن؟ يبقى انا في الاول قلت لكم ايه؟ حسيت بلس وما حسيتش، كملت باقي التقييم بتاعي، قيمت البريزنج وفتحت الايروي. طب ده انا كنت لاقي بلس، هحطه في الريكفري بوزيشن، مش لاقي بلس هبدا السي بي ار. يبقى لو لقيت بلس، يبقى في سيركوليشن شغاله، هحطه في الريكفري بوزيشن. لو ما لقيتش بلس هشتغل في السي بي ار. يبقى خلي بالكوا عشان ما تتلخبطوش معايا، انا هنا بعمل اسسمنت، انا قيمت السيركوليشن، بعدين قيمت البريزنج وفتحت الايروي، وانا بقيم البلس ده انا حافظه في دماغي، لقيت في بلس بحطه في الريكفري بوزيشن، ما لقيتش في بلس يبقى هبدا السي بي ار. طيب ايه الريكفري بوزيشن ده؟ انا حسيت البلس لقيت فيه بلس والبريزنج فيه بريزنج، طيب فتحت له الايروي، تاني حاجه افكر فيها ان انا احطه في الريكفري بوزيشن. الريكفري بوزيشن هنمشي بالصور من فوق وبعدين من تحت. لو بدانا من الصوره اليمين اللي فوق، ان انا بعمل ايه؟ بحط البيشنت لازم يبقى فلات طبعا على ظهره سوباين بوزيشن، بعمل ايده، يفضل ايده الشمال، اكون انا قاعده ناحيه ايده الشمال، اعملها زاويه قائمه تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ همسك ايده اليمين والفها، اعملها مخده تحت خده، وامسك رجله اليمين واتنيها والفه ناحيتي زي الصوره اليمين من تحت، والفه ناحيتي، وبحيث وبعد كده هسيب ايدي، هلاقي المريض قاعد بالشكل ده. الوضع ده بيحسن السيركيشن، ولو في فوميتنج من المريض بيطلع منه. خلاص طيب لو البيشنت قلنا مفيش بلس هبدا معاه السي بي ار، وبجهز جهاز الاي دي، واحنا قلنا من شويه جهاز الاي دي، وقلنا الخطوات بتاعته، وقلنا بنحط البادز فيه ازاي، وقلنا كمان اهم حاجه انا مش محتاج ابقى تريند ولا اتدرب عليه، لان هو بيقول لي كل الخطوات بسهوله وبسمعها وبيشتغل عليه. طيب ايه الكومبليكيشن بتاعت السي بي ار؟ ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل لي من السي بي ار؟ ممكن يحصل فوميتنج، ممكن يحصل جاستريك اسبيريشن،
سوري جاستريك ديستنشن، ودي مهمه جدا. عشان كده بعد ما اقيم السيركوليشن والبريزنج عملت اير واي، ايه اير واي مانجمنت، فتحت الاير واي عشان حتى لو عطيته بريزنج كل الهواء يخش لمين؟ للنج، لان انا ما دخلش اللنج هيروح للاستومك هيعمل لي جاستريك ديستنشن. اسبيريشن وده وارد، لان البيشنت ده لو ارستد ومفيش كونشوس ليفل او فوميتنج هيبقى اسبيريتد. الشيست كومبريشن ممكن يعمل لي مشكله، وانا عملت شيست كومبريشن اجريسيف ممكن يخش البيشنت مني في ريفراكشر، ممكن يحصل لاسريشن للليفر. فدي حاجه مهمه جدا ان انا بلاحظ بخلي بالي ان انا في الشيست كومبريشن بحط ايدي، تحفظوها كده، تقريبا على المستوى النبل في الـ في الـ في الميدل، تمام. والشيست كومبريشن بتاعي الدي بتاعه بيبقى تقريبا من 5 ل 6 انش، ولا بضغط يعني سوبر فيشر ولا ديب قوي، تمام. طيب هو نستوب السي بي ار امتى؟ اوقف السي بي ار دي كده الكومبليكيشن، تمام. هو نستوب السي بي ار، بيقول لك لو الشخص ده فاق ريليف، خلاص فاق معايا وبقى كويس وقام ورد عليا، بس طبعا برضو لازم بنقول المستشفى واعرف السبب ايه. لو انا اكزهوستد، لو انا مثلا يعني لو الشخص الارستد ده انا في البيت والوحدي، فانا بتعامل لوحدي بقيت اكزهوستد خلاص. بعد كده بيقول لك لو التايم بتاع السي بي ار اكتر من 30 دقيقه والشخص ده نوت ريليف ما رجعش معايا، فبنوقف السي بي ار. طبعا هنا فيها اختلاف، بيقول لك طب نحاول، طب نحاول، في ناس بتقعد اكتر من 30 دقيقه بس هي بتبقى عمليه غير مجديه. طيب في بركوشن كويس يعني مهمه جدا وانت بتعمل سي بي ار. اول حاجه بيقول لك لازم تتاكد ان الاير واي كلير، يعني ما تروحش تفكر لي انك تفتح لي الاير واي وانت شايف ان سوري الماوس بتاع البيشنت ده هو تروما مليان تراب ومليان حاجات من الارض وكده وسدالي، او ان البيشنت فوميتنج تمام وهي اسبيريتد منك وكل الحاجات دي في الماوس بتاعته، وتروح تقول لي ما انا فتحت الاير واي. طب ما انت الاير واي مسدود بحاجات تانية، فلازم اتاكد ان الاير واي كلير. السي بي ار الصح لازم البيشنت يبقى في سوباين بوزيشن، ما ينفعش ولا يبقى براون ولا يبقى على جنب ولا اي حاجه، على سوباين بوزيشن وعلى هارد سيرفيس. يعني ايه؟ يعني السي بي ار اللي بيروح في المستشفى وابقى حاطط المريض على مرتبه وافضل اطلع وانزل، لا انا كده بتدلع. ليه؟ لان المفروض يبقى على هارد سيرفيس. ليه؟ لان انا كل فكرتي قلنا في الاول ان انا بضغط الهارت ما بين الريبس عشان اعمل له استيميليشن عشان يعمل بامبنج تاني، فالمرتبه دي بتروح وتيجي معاك فما ينفعش. عشان كده حتى لما تلاقوا دلوقتي وبالذات بتوع كارديو هتلاقوا السرير من راس السرير من ورا دي بتبقى بتتخلع، وبحطها لو ارستت بحطها تحتيها، واكتر ناس بيعملوا كده وبيحافظوا على السي بي ار الصح اللي هما الناس بتوع كارديو، تمام. فدي مهمه جدا. لو انا في الشارع او لو انا في البيت باخد بسحب المريض ده على الارض عشان يبقى هارد سيف، تمام. لازم الهاند بوزيشن بتاعي يبقى صح، ما ينفعش ايدي تبقى وانا بدي السي بي ار تبقى متنيه، لازم الايد بتاعتي بتبقى ستريت. لازم اتاكد ان الفينجر ما راحتش ولا يمين ولا شمال، مش عماله تضغط لي على الريبس، احنا قلنا في الميدل ولا تروح يمين ولا تروح شمال، تمام. الوضع بتاعي الحته دي هنشوفها اكتر واحنا بنعمل ابلاي، ان انا لازم ببقى ستريت، ظهري بيبقى ستريت، ايديا تبقى ستريت، الني الركبتيني الاثنين قريبين من بعض، كل ده بيديني افكتيف سي بي ار عشان كل الكومبريشن بيبقى جاي من الباك من الشولدر، فبيبقى مور افكتيف سي بي ار. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره. احنا نقول كده على السريع، احنا عرفنا يعني ايه سي بي ار، عرفنا ايه هو الايم بتاع السي بي ار، ليه بنعمل سي بي ار، عرفنا الكومبوننت ان في بيزك وفي ادفانسد وفي برولونجد، وقلنا ان البيزك ده الاساسي اللي لازم كلنا بدون شروط ان احنا بدون اي موانع ان احنا كلنا نبقى عارفين نعمل شيست كومبريشن افكتيف ونعمل ارتفيشال بريزنج صح، تمام. عرفنا ايه الكومن كوزز اوف كارديك ارست، عرفنا ايه الريكومنديشن الجديده، ومن اهم حاجه فيها ان احنا قلنا ايه، ان انا اقيم السيركوليشن والبريزنج از ا تايم او ورا بعض بسرعه، ما اخدش وقت عشان ابدا في الشست كومبريشن بسرعه. قلنا من الحاجات المهمه عشان احقق افكتيف سي بي ار ان انا الديب بتاعي حافظ على الدبس، وقلنا تقريبا بيبقى من 100 ل 120 كومبريشن في الدقيقه، تمام. في حاجه مهمه تاني بعد كده، قلنا الاليمنتس بتاعه السي بي ار او البيزك، قلنا السيفتي، قلنا الريسبونس ان انا سيك فور هيلب ان انا بدور على حد يساعدني، بعدين ان انا محافظ على بقايم السيركوليشن والبريزنج، وحافظ على البيتنت اير واي، وبجهز الديفايبريتور. وقلنا جهاز الديفايبريتور مهم جدا، لازم نبقى عارفينه،
لازم نبقى عارفينه، لازم نبقى عارفينه، لان ده جهاز مهم جدا متوفر في كل الاماكن، وانت معرض في اي مكان انك انت لا قدر الله حد ارستد، الاسعاف جت بيبقى معاهم جهاز الاي دي، فانت لازم تبقى عندك خلفيه، وهو مش صعب، وقلنا خطواته سهله جدا وبتبقى موضحه عندك. عرفنا ايه هي البركوشن وانا بعمل سي بي ار، عرفنا ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل، عرفنا حاجه مهمه جدا امتى اوقف سي بي ار، انا مش هفضل ماشي طول الوقت بعمل سي بي ار. اتمنى تكون استفدت، وان شاء الله هيبقى في فيديو ملحق ازاي الابليكيشن على السي بي ار. السلام عليكم.